خد عزيزة وين قبل كل شيء لبس عليك؟ كنت مريضة بالكورونا، استرني ربي والله، استرني ربي ومنعت بالسيف والحمد لله. نزلت البرك الحمد لله، عايش كنت محل كل برك. تعبتك؟ تعبتني، تعبت التوا تعبة هاني. أما شنو فزيت لبس عليا، كي سمعت قيس سعيد طلع كل برنامج اللي كان يصير من قبل يلزموا باش يصير. قرارات رئيس الدولة كانتك دواء؟ والله كانت لي دواء، وخذينا الاستقلال منو الجديد. من الاستقلال؟ خذينا الاستقلال منو الجديد، تحررنا، كنا شيء مكبد على قلوبنا، كنا رانا في حالة، كنا مستعمرين، كان العبد هايم، لا خدمة لا حتى شيء. شبيك فرهدنا، الله يكون له في العون إن شاء الله، وربي ينصره وربي يفضله، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكمل المسيرة نتاعو. عندك ثقة فيه؟ أولاد الحرام وبنات الحرام. عندك ثقة فيه؟ عندي ثقة فيه، ذاك أستاذ بنتي، بنتي متخرجة، أستاذ بنتي وقراها، هو ما مكثور من التلامذة نتاعو، راه هما اللي يطلعوه. أما إن شاء الله يكون عند حسن الظن ويتلهى بتلامذته ويخدمهم ناس متخرجة وقاعدة تحت الحيوط. بنتي الكونكورات الكل تحديت فيهم، اللي هذا يقول لها هات الفلوس، يحبوا على الرشوة. ها؟ الرشوة مازالت موجودة؟ ها؟ مازالت، ما ينحيها قيس سعيد. ما يهبط كونكورات ويتلهى بصغار ويتلهى بأولاده ويخدمهم ويتلهى بالتعليم ويتلهى بالدنيا الكل. بنية معاقة نملوحة، وأنا هاني في مريضة في حالة، والشدة في ربي وكها. عندك؟ شدة في ربي. عندك وجه ربي؟ عندي وجه ربي. كي مرض أخت عزيزة كيفاش عملت؟ شكون جاي طلع عليك؟ كيفاش تصرفت؟ دويت كيفاش عملت؟ والله عندي أصحاب الخير، ربي يفضلك ويفضلها. أصحاب الخير ما خلونيش، تلهوا بيا وشراوا لي الدواء والكل. ربي ينورهم وربي يزيدهم وربي يعطيهم الرزق الحلال. وديما تجي هوني الدور تعمل المحواس عليه، ونعمل دوره ونتفرهد ونشوف وجه ربي ونشوف اش فما في تونس والصاير في الشارع التونسي وكهو. ربي يصلح الحال وربي ان شاء الله يرجل لنا تونس وكهو، يهبطنا السعاير ويهبطنا كل شيء. دبوسه الزيت ب 4000، المدعم، العبد مش لاقي حتى باش يطيب عشات ليله، هذا يا باهي. ها؟ متفائلة؟ متفائلة، متفائلة، ربي ينصره، ربي ينصره وربي يوفقه وربي يبعد عليه أصحاب الشر، يرد باله عن روحه، هو كي عمل الشيء هذا يرد باله عن روحه ويواصل مسيرته، ويواصل مسيرته. لو فرضنا أنت توا رئيس دولة، أول قرار تاخذه شنو؟ هنا أول قرار الريقل نحي، نحط رئيس برك، نحي أكمز التأسيسي إذا كان نحيه اللي ضربه مضروب فيه، ونحط رئيس برك يحكم في الدولة في تونس. ما نحطوش 20 رئيس، مش متاع 20 رئيس، رئيس برك والوزراء يحطهم وزراء باهية معاه ماشيين معاه في الخط. وكهو أنا اللي حطه متاع الداخلية به. ترخصنا في الدنيا كان انت رئيسه خط عزيزه، نخرج الكل نقولوا تحيا عزيزه تحيا عزيزه. نرخص كل شيء كما كنا قبل، زاد اسمه في الخبزه، خبز وماء وخرجت الناس الكل، واسمه شكونه اللي نعيطوا عليه؟ بركيبه. لا نويره، خبز وماء ونويره، لا خرج بالوقت الرئيس بورقيبه، بالوقت رجعها كما كانت. ها؟ شبيك؟ رئيس يحكم فيها ويعرف كيفاش يمشيها. تونسنا مشيت ولات شوارعها مسخة، ولات عبادها متهمشة، ولات السرقة، ولات الواحد عليه ويرجع فلوس الشعب، ويرجع فلوس الشعب.
اللي نهبوها وما شواه، وين الفلوس اللي خلاها الزين؟ وين الذهبات؟ وين الكراهب نتاعو؟ كرهبته عند بنت اسمه هذايا السرقة هذيك الكل سرق فلوسنا احنا، فلوسنا فلوس الشعب وسرقة هذيك الكل، لا خدمت لا كدمت لا عملت حتى شيء. بنت رئيس حزب عندها 345 مليار، وانت خالة عزيزة اش عندك؟ ما عندي الا وجه ربي، انا عشيت ليله ما نلقاهاش. الزيت المدعم ب 4000 الدبوسة هم يبيعوا فيها، انا محطوطة على الانترنت. عليه الزيت ولا تبيع على الانترنت؟ اه والله على الانترنت انا محطوط ب 4000. عليه والزوال ايش عند؟ ما تو انا لا خدمه لا قدمه، مرا كبيره ها ما عندي حتى شيء الا وجه رب، كيفاش باش نشريها هي ب 4000؟ عليه هذايا الكل حرام ولا حلال؟ عليه الشعب التونسي ميت هكاك عليه؟ لا دواء ولا حتى شيء، شطر العباد ينحيوا لهم في الواحد، راه هاني مريضه انا مرض، شطر الناس ينحيوا لهم الاكسجين باش يعطي لذاك يعطي لذاك طرف ينحي له باش يقتل. عملوا لك انت كاكا؟ لا خي ما وصلتش انا المرحله هذيك الحمد لله، انا كان وصلت راني مشيت تكرفيت. خات عزيزه وليت رئيسه تو تعرس ولا نجيب بولك كي ترنكوش باهي؟ يا همي وصلنا للعرس، ما حشتيش بالعرس انا نتلهى بالشباب ونتلهى بالجيل ونتلهى بتونسنا ننظفها ونتلهى بالدنيا وكهو، ما حشتيش حتى بشيء، مش اللي ريتو باش راه منه هكا فيه مية برك والله. يعرسوا الشباب اللي هارب من العرس، الشباب اللي هارب من العرس. علاش هارب من العرس؟ علاش ما عندوش باش؟ ما عندوش باش، تي شاي شطر ومات في البحر، ما عندوش، مات في البحر مشى، شبيك؟ باش باش يعرف؟ يا وليدي والله شيء يسخف، والله نبكي عليها بسعد موعة أنا تونس، والله نبكي عليها أنا حضرت على خبز امريكا وعلى حليب امريكا حليب الغبره، وحضرت على كل شيء، حضرت على كل شيء وما صارش فينا الشيء ذا، والله لا صار فينا. ما كانتش انت تبارك الله عليك، انت كبيرتنا هوني، كبيره على السن وقدر به، تعرف ما عشت قبل وتعرف قبل كيفاش معناتها كانوا نساء قبل كيفاش ولاو توا. احكي لي مرأة تقبل كيفاش كانت وتوا كيفاش ولا؟ مرأة نتاع قبل ما تراش خيالها البر، تراش خيالها نهار كله هي تخدم وتكلت وتعمل، حتى الراجل ياخذوه لها امها وبايها ما تراوش وما تعرفوش، تعرفوش هي يا حسرة على مرأة قبل، على القدر وعلى الهيبة وعلى الأصل وعلى المفصل وعلى كل شيء بيديها، تو ما فهميش تو ما عادش. نساء قبل كانوا كي يعولوا، فما ديما هكا المراه هكا تبدا تغني كي يبداو يعولوا، هكا الغناي هكا الغناي هذاك القديم المحلاه. الفطورات وكسكسي والحم والبخور يعجعج والشاي وما نكسكسي وما نخبيو عولتنا لما نذوقوا الحومه والجيرين. تو ما فهميش. زدت العادات هذه تو؟ لا ما عادتش، اللي هذا مسكر باب داره تو. اللي هذا ما عادش، اللي هذا ما عادش وليدي. مشيت بركة قبل ومشيت رحمة قبل ما عادش. خات عزيزة شنو تتمنى خات عزيزة؟ شنو تحب خات عزيزة؟ نتمنى عندي بنتي متخرجة نحبها تخدم. هجالة وفي رقبتها بنية وأنا طفلة معاقة والكل، نحبها تعاوني ونحبها تخدم. نطلب من الرئيس يحل لهم كونكورات ويخدمهم، هي دروا هي حقوق تخدم، خليها تعاون الدار، خلي تعاوني، أنا مريضة في حالة. إذا كاش نتمنى على الرب. اللي يقرأ كيف ما يقراش؟ كل يقرأ كل ما يقراش الوقت هذا عليه. اللي تقول له اقرا وتشد خدمه يقول لك وين هاي الناس بطاله وقاعده تحت الحيوط، منين باش نشد هالخدمه؟ ديما نصبر، ديما نقول لها فما ربي تو تشوف تو
توا ربي يحلها توا كل حاجه ديما نصبر فيها. ساعه ساعه تقول لي يا امي والله تلقاني بحت النارات شنقه روحي. عليه بنيتي صغيره قالت لك تونس ما عادش فيها ما عادش فيها عاد لا خدمه لا حتى شيء كتراه في الدنيا. عليه الشباب ايس ايس من الدنيا ايس من هك. عليه اولادنا باهيه اولادنا متخرجين اولادنا متعلمين اولادنا متثقفين اولادنا متسايسين متخلقين. عليه نخليهم هكا باش يهربوا يمشيوا لبلدان اخرى يخدموهم ويستغلوهم وياخذوهم ها ويربحوا هما الكفاءات. عليه احنا نخرجوا هما ياخذوا ها عليه مشهم في بلادهم يخدموا بلادهم يسيب اولاده نهار اخر. عليه يا ربي يسونه ربي يفضله ربي يفرحه ربي يخليه قيس سعيد ويتلفت لبلاده ولاولاده يتلفت لاولاده اذا كما نقول ويرد باله على روحه اذا كما نوصي ربي ينصره. عزيزة تو كي تغزر كي العباد الماشيه الجايه تغزر لهم كي كيفاه؟ ناس فايدة ناس فايدة ناس فايدة ويلوجوا على الكلمة الباهية وعلى الحاجة الباهية. ناس تخرج باش تتفرهد تاخذ كلمة وتعطي كلمة وتتفرهد. لكن نهار والله ريتو هبط في شارع الحبيب بورقيبة أنا قاعدة في الفرش شكون هذا؟ قيس سعيد ريتو هبط والله ماذا بيا راني بحذاه ماذا بيا راني حملته وبوسته ها والله غالبه ما لقيتش حتى ما لقيتش حتى جهد جيت نخزر له في التلفزة وقاعدة. وشنو تحب تقول؟ نحب نقول له ربي يفضلك وربي يخليك وربي ينصرك ورد بالك عن روحك وربي ينورك ويبعد عليك أولاد الحرام وبنات الحرام وتلهب شبابك وتلهب تونس تلهب اللي مازال تلهبيه ويعطيه كونكورات يصيب الكونكورات ويخدم الناس يخدم الناس يخدم الشباب. شطر العباد تحب تهج وتحب تخرج عليه عليه. خد عزيز انت قبل نصور معك قلت لي والله يا ولدي نتمنى نحرق. انا هي انا لتوا وتوا كي جاي قيس سعيد ولا لاني خارجه. قبل قيس سعيد كنت تخرج. نخرج. اش مازال فيه؟ تحكم فيه النهضه اش مازال فيه؟ ما عاد فيها شيء.